وعلامات الشقاء ثلاثة: عدم الاشتياق إلى الجنة، وعدم الخوف من النار، وعدم الخشية من لقاء الله. فإذا وجد عبد لم يدر في خلده ولا في قلبه يوم أن يشتاق إلى الجنة، ولم يدر في خلده ولا قلبه يوم أن يخاف من النار، ولم يقع على خاطره يوما من الدهر أن يخشى المقام بين يدي الله، فهذا عياذا بالله في الذروة من الشقاء والمنتهى من الغفلة. وغيره كل بحسبه. فإذا عظم اشتياق المرء المؤمن للجنة، وعظم خوفه من النار، وعظمت خشيته من لقاء الله، واستحيا من ذل الوقوف بين يدي ربه، فهذا إلى السعادة.